مرحب بحضراتكم من جديد. وفي حديثنا عن الحماية الاجتماعية، الحقيقة الدولة المصرية بتواصل خطوات إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية لبناء مجتمع يسود العدل وعدم التمييز، ويمكن ده اللي بيفسر الحزم المتتالية من برامج الحماية الاجتماعية والزيادات المرتبطة بمخصصات الدعم والحماية الاجتماعية اللي بالتأكيد بتأثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. برامج حماية اجتماعية بتساعد في التخفيف عن المواطنين في ظل الحقيقة موجة تضخمية عالمية، ده اللي خلى الدولة تتوسع بشكل كبير في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بشكل يتكامل مع جهود أيضا الارتقاء بمستوى المعيشة. طبعا هنتكلم عن تفاصيل أكثر بالتأكيد عن برامج الحماية الاجتماعية ونهج الدولة في طرح هذه البرامج والتعامل معها مع ضيفتنا في الاستوديو اللي منورانا النهاردة، الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي. صباح الخير يا أستاذة فريدة، منورانا. شكرا، ألف شكر، وصباح الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بك. خلينا في البداية نتكلم عن بشكل عام نهج الدولة في التعامل مع برامج الحماية الاجتماعية، وكنا بنتكلم حتى عن أن فلسفة الدولة اتغيرت في أن هي تشمل فئات كتير جدا في برامج الحماية الاجتماعية. الدولة دي قامت بعد ثورة، والثورة دي كانت على تردي الأحوال الاجتماعية وعلى تردي الأحوال المعيشية وعلى كل التردي في جميع الميادين. يعني كان إحنا كنا عندنا 12 مليون طفل شوارع لما قامت الثورة، يعني كان في موقف أو وضع، يعني أكتر ما هو موقف لا يليق بمصر. القيادة اللي جت زي ما أنا قلت من أول يوم، وكان ده إحساسي لأني طبعا قلت لك كل ده مسبوق، فيعني عندي خبرة يعني وتجربة، وبحس ساعات يعني كمصرية بسيطة ومن جمهور الترسو زي ما دايما بقول، أنا حسيت إن هذا القائد سيعيد لمصر مكانها ومكانتها، وده اللي بيحصل دلوقتي واللي احنا شايفينه. طيب لما هو ياخد موقف، يعني ياخد وضع عالمي النهاردة، بياخده منين؟ ما هو من التأييد الداخلي المستمر. التأييد الداخلي ده بيجي ازاي؟ لأن كل مواطن مصري النهاردة سواء كان واعي أو حتى المواطن الغير واعي اللي لسه مولود، كل دول في قلب عبد الفتاح السيسي. في قلبه ازاي؟ في قلبه بيشوف أنا محتاجة، فريدة محتاجة مثلا إيه، يبقى كبيرة السن أديها كذا، هشام يعني محتاج كذا أديله كذا. يعني كل فئة من فئاتنا النهاردة عندها أمل إن الرئيس شايفها وإنه بيفكر لها في حاجة. ليه؟ لأنه أنت النهاردة لما كل المصريين يبقوا يعيشوا حياة كريمة، ها؟ يعني سكن كريم، في أكل، في شغل، في تعليم، في رعاية صحية، كل ده هو دي الأساسيات اللي بيعوزها الإنسان، اللي بيحتاجها الإنسان. لما ده يتوفر يبقى أنت يعني زي ما تقول يعني أكتر كمان من استعدادك الفطري في أنك أنت تقف مع الدولة. فدي يعني حاجة، احنا كنا بنشوف مشاهد لا تليق بمصر، يعني ناس كبار في السن يتسولوا، ناس صغيرين بيتسولوا لان مش لاقي شغل وما تعلمش، يعني بيعملوا بلاوي. البلاوي دي لان هو مش فاهم حتى خطورة اللي بيعملوا ايه. يمكن كمان أستاذة فريدة مع تنوع البرامج المختلفة للحماية الاجتماعية بنلاقي انه في برنامج ومظلة كبيرة جدا اسمها تكافل وكرامة. بالظبط. المظلة دي بيستفيد منها اكتر من 58 مليون مواطن، كلمينا عن اهميتها والتوسع الكبير اللي فيها ده بالشكل ده، ازاي بيستفيد منه المواطنين؟ المواطنين بيستفيدوا منه لانه في تضافر بين، في تعاون بين كل اجهزة كتير من الدولة وحتى القطاع الخاص والمنظمات المدنية. يعني في حاجات بقى في نوع من التضافر، بقى في نوع من التكاتف، بقى في نوع من الإيمان المشترك بضرورة تحسين الحياة في مصر. فيعني تكافل وكرامة دي مش قادرة أقول لك قد إيه أنقذت أسر وقد إيه أنقذت ناس من الانهيار النفسي. يعني فدي مهمة جدا بالنسبة لنا، وزي ما بقول يعني كان وضع لا يليق بمصر. وما إحنا عملنا ثورة ليه؟ عملنا ثورة عشان نخلص. يعني بمناسبة تكافل وكرامة أستاذة فريدة، خلينا نتابع مع مشاهدين عرض معلوماتي عن أهم الأرقام والمعلومات عن تكافل وكرامة، ونرجع مرة تانية نكمل حوارنا مع الأستاذة فريدة الشباشي. بالضبط.
احنا تابعنا الحقيقة بعض المعلومات عن تكافل وكرامة، وفي برامج أخرى كثيرة لفئات كثيرة أيضا في المجتمع تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية. خلينا نرجع لأستاذة فريدة الشوباشي. أستاذة فريدة، في فئات كتير زي ما حضرتك ذكرتي في البداية بتستفيد من البرامج المختلفة، وفي برامج نوعية. كلمينا عن البرامج النوعية. في ذوي الاحتياجات الخاصة، في برامج كثيرة بتهتم بيهم، المرأة والتمكين الاقتصادي. الحقيقة أن في فئات كثيرة وبرامج نوعية كثيرة. أنت عارف أنا دايما بذكر المشاهدين أن الصين اللي النهاردة بقت بتناطح أمريكا دي كانت بتعمل أي حد فيها بيشتغل، هو ده اللي خلاها نهضت، لأن ما فيش نهضة كده بالدعاء وبالانتظار أن القائد يعمل إيه لوحده. مثلا هيشيل 100 مليون على كتافه، لا، ال 100 مليون لازم يشاركوا. فالصين كانت بتخلي المرأة الصاحب يعني في عيلة يعني والأم وبتاعها بتجيب لها حاجة تشتغل في البيت. فالشغل ده العمل حق والعمل شرف والعمل واجب. أنا ده من الشعار ده وأنا اشتغلت وأنا طفلة يعني، فأنا بلاقي إنه ده مهم جدا 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 لصيانة الكرامة المصرية والنهوض بمصر. مش هننهض كده وإحنا قاعدين بنتفرج وسلبيين ومربعين إيدينا وحد بيأكلنا، لا. وبعدين لازم نشارك في كل حاجة. يعني النهاردة أنت لما بيقولك اتنين كفاية مثلا على الله، أنت النهاردة بتجيب 10 أطفال ولا 5 أطفال ولا 6 أطفال وتقول لا الدولة تأكلني. ليه الدولة تأكلك؟ ليه أنت مش حنين على أولادك؟ ليه أنت ما عندكش يعني مش عايز أقول يعني بس كرامة تخلي أولادك يطلعوا عندهم كبرياءهم وكرامتهم برضو؟ ليه تخليهم محتاجين ومتسولين ومثلا لابسين حاجات مش حلوة؟ يعني ليه؟ طب ما تشتغل، وانت تشتغل وتربي 2-3 كويس قوي قوي قوي، وتبقى كده بتساعد الدولة كمان انها تنهض. انا هقولك على حاجة، انت لو بنيت النهاردة بيت يعني وسكنت فيه، وبعدين السنة جالك 3 زيادة حطيتهم معاك اللي وراها، بعد كده مش هتقدر. يعني انت النهاردة الموارد المصرية والإمكانيات المصرية، هو دايما الرئيس السيسي الحقيقة بيتكلم عن الكثافة السكانية واللي بتعمله في الاقتصاد، دي يعني قنبلة يعني كل الناس واخدة بالها منها إلا إحنا. يعني طبعا نتيجة اللي بيدعوا أنهم رجال دين وهم مش فاهمين حاجة، لأنه بالعكس أنا لو عندي دين أخلي الإنسان يطلع عنده كرامة ويطلع وفي تنسيق في البلد، وفي يعني في اللي بيجيب 2 يعني بيتحمل اعبائهم، يعني اللي بيجيب 10 بيحملني انا، طب ليه يعني بيحمل المواطنين التانيين؟ فاحنا النهارده يعني البرامج اللي بتتعمل اللي هي توفير عمل والبحث عن المهارات مثلا الفنية أو اليدوية أو الذهنية لكل المصريين مليانين. احنا كان عندنا علماء في العالم كله، واحنا لسه عندنا الأيقونة بتاعتنا مجدي يعقوب النهاردة. شوف أنا شفت له مرة وأنا في فرنسا، كانت التلفزيونات هناك مهللة على عملية القلب المفتوح. فشوف أنت يعني، طيب يعني مادام احنا عندنا الإمكانيات دي وعندنا مهارات لا تضاهى فعلا، يعني بدليل ان احنا كنا في الستينات كنا بننافس كوريا الشماليه وكنا على مساواه مع الصين والهند والجماعه دول، تراجعنا بشكل فظيع نتيجه اهمال العمل. طيب لو اتكلمنا نتيجه التكاثر المجنون في النسل، والمرحله دي مرحله عمل وبناء بالتاكيد. طبعاً لو اتكلمنا عن التوقيت الخاص ببرامج الحمايه الاجتماعيه، الى اي مدى هي بتلحق المواطنين؟ يعني بعد ازمات اقتصاديه كتير، بعد كل ازمه في مجموعه من القرارات الاستثنائيه للتعامل، الى اي مدى ساعدت فعلا المواطنين على امتصاص الازمات؟ طبعا ساعدتهم، لان الازمات العالميه النهارده العالم كله بيعاني منها، ما حدش يقدر ينكر. تمام، العالم كله بيعاني. فانت لما تيجي عندك قياده بتقول لك استنى انا اقدر ادي لك مثلا مبلغ كذا، اقدر اعلي معاشك، اقدر اعمل لك زياده في مرتبك، اقدر يعني ايه اللي بتقدر عليه بتعمله. بس لازم، انا دايما اقول الدوله تعمل بس لازم احنا كمان نعمل. نعم، احنا لو قعدنا كده متربعين وعايزين المعلقه تخش بقنا حد يديها لنا، ده مش مصر. مصر هي مهد الحضاره، مصر هي اللي عملت الاهرام، ده لغايه النهارده ما حدش عارف الاهرام اتعمل ازاي.
مظبوط ولا لا؟ طبعا. فاحنا نقدر، احنا قادرين، وعشان كده في ايمان من القائد بهذا الشعب، وده اللي مخلي ان في ترابط يعني، وفي كمان يعني احساس بانه اللي بيتعمل ده بيتعمل لصالحنا يعني لما فيه خيرنا احنا يعني. طبعا. لما تيجي انت النهارده تشوف لي شغل، تسكنني سكن كريم بدل العشوائيات، ها تلاقي لي شو يعني تعليم محترم، بحيث ان انا بعد كده اقدر انافس واقدر اطور نفسي في بالتعليم بتاعي اللي انا اخدته. لكن طبعا. لو انا امي هتصرف ازاي؟ والحقيقه ان في يعني تطوير كبير جدا في الجزئيه دي. وخلينا واحنا بنتكلم عن السياق ده الخاص بالتعليم والتمكين والفرص، خلينا نتكلم عن كمان برنامج فرصه. نتابع مع مشاهدينا عرض معلوماتي عن برنامج فرصه المندرج بالتاكيد تحت برامج الحمايه الاجتماعيه، ونرجع مره ثانيه الاستاذه فريده الشوباشي. برنامج الحياة زي برنامج فرصة هو برنامج مهم جدا، زي ما كنا بنتكلم أستاذة فريدة عن التعليم والتدريب طبعاً. والتمكين الاقتصادي، إلى أي مدى التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وده يعني بيشمله برنامج فرصة، مهم في المرحلة دي، وهو بيشمل يعني من 19 ل 55 المرحلة العمرية في البرنامج؟ ما هي دي الفكرة، لأن هي دي الفكرة اللي بتعاني من البطالة، يعني الفئة اللي بتعاني هي من لما الشاب بيبقى انت بتشوف، احنا بنشوف يعني المنظر الشباب اللي الحمد لله دلوقتي قلت قوي المناظر دي، بس الشاب اللي هو طب اتخرج مثلا حتى يعني ومش لاقي شغل، ده كلام؟ شوف انت النهارده يعني كانه مصر دي كانت نايمه وصحيت من النوم، كل حته فيها فرص عمل، فيها شغل، فيها افاق مفتوحه لاي مهنه، لأي ملكات مثلا من النسب. والشباب على فكرة الرهان بتاع الرئيس على الشباب، لأن الشباب النهاردة هو اللي هيقود مصر، انتوا اللي هتقودوا مصر بعد كده، ده صحيح عبء كبير لكن أيضا شرف كبير جدا، لأن بدل ما كان الشباب يقعد يتفرج كده واللي قاعدين على الكراسي بقالهم 30-40 سنة مش عايزين يتحركوا، لا احنا احنا مصر تانية، مصر جديدة، مصر في حياة كريمة، مصر في الفرص المتاحة لشبابها بدون أي تمييز، يعني اللي عنده الإمكانيات هو اللي ياخد المكانة وهو اللي ياخد المكان، مفيش وصايد بقى ولا فساد ولا رشاوي ولا الحاجات دي كلها. طبعا أكيد في شوية لكن هيتشال، لأنه في رقابة وفي قيادة مصحصحة وعارفة أنه طبعا أكيد في كان في مفاصل الرشاوي والواسطة نتيجتها سيئة، نتيجتها لن تؤدي إلى أي نتيجة، فمش من مصلحة حد. بس ما ننساش إن إحنا عشنا في الواسطة دي وتداعياتها السيئة جدا والسلبية جدا، عشنا كتير كده، عشنا عشرات السنين، فدول ناس لسه موجودين محتاجين إحنا، عشان كده بقول لك لازم الشعب كمان يساهم ويشترك. لان انا لما اشوف مثلا او انت مثلا لما اشوف ان فريده طلبت مني رشوه روح اشتكيها، يعني خلي
لازم احنا كلنا نتعاون بان احنا نطهر بلدنا ونطلع بيها نحلق بيها في اعلى سماوات باذن الله. وان شاء الله ان شاء الله مصر عندها الامكانيات وشبابها الرهان عليه رهان رابح مليون المية في رأيي. يعني انا بشوف يعني النهارده في شباب بيطلع بافكار تحفه، مظبوط ولا لا؟ في لانه يعني اتفرد له الافاق اللي ممكن يتكلم فيها. ولما بنشوف دلوقتي البرامج المختلفة والمسابقات المتعلقة بريادة الأعمال بنشوف بالزبط أفكار بالزبط ابتكارية وخلاقة وبتحل مشكلة وأزمة في المجتمع. بالظبط بالظبط، لأنه كمان الشباب بيبقى عنده إيه؟ عنده الرصيد بتاع كل اللي فات، وكمان هو مطلع على اللي بيحصل في العالم، زائد إمكانياته هو بقى الخاصة اللي هو ممكن يقول لك لا أنا أضيف كذا، أنا أعمل كذا. هو كده الإنسانية بتتطور بالطريقة دي، ما بتتطورش وهي قاعدة كده مستنية أن الحكومة هي اللي تأكلها وهي اللي تشربها وهي اللي تجيب لها الفستان وهي اللي تجيب لها البدلة. مش معقول. وهنا يعني الاهتمام بالتوسع بالتأكيد في التدريب والتعليم بالزبط والتمكين من تنفيذ الأفكار والدعم النقدي بالزبط وكمان الدعم العيني، في أشكال أيوة مختلفة من الدعم. أيوة في أشكال مختلفة، يعني حتى في الطعام في دعم، في المواد في الادوات المدرسيه في دعم، في يعني في كل حاجه، في الملابس، في يعني عندنا في، ما انا بقول لك انا عمري يعني بقالي كنت يائسه بس بقالي اكتر من 40 سنه ما شفتش، يعني بشوف مصر تاني اللي انا بحلم بيها اللي انا بحبها، اللي فيها التكافل الاجتماعي، اللي فيها المسانده بينا كلنا، اللي فيها التعاون، اللي فيها الحرص على كرامة كل واحد فينا. يعني أنا النهاردة لما ألاقي ناس قاعدة في العشوائيات وعمال ينزل عليها تراب ومية وبتاع ويطلع لها عقارب وتعابين، لما أشوفها النهاردة في الأسمرات ده برضو بيديني إحساس بالكرامة. يعني الكرامة دي حاجة مهمة جدا 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 بالنسبة للإنسان عموما وبالنسبة للمصري قوي قوي قوي. يعني الحقيقة أن برامج الحماية الاجتماعية برامج متنوعة وكتير والحديث عنها يطول بشكل كبير جدا. بالزبط. إحنا بنشكرك شكرا جزيلا أستاذة فريدة الشباشي الكاتبة الصحفية الكبيرة على وجودك معانا، نورتينا النهاردة. شكرا جزيلا، وشكرا لكل مشاهدينا على متابعتكم لينا في هذه التغطية عبر شاشة إكسترا نيوز. كنت مع حضراتكم خلال هذه التغطية أنا هشام عبد التواب، والتغطية مستمرة عبر شاشتنا. بعد الفاصل التغطية تستمر مع الزميلة حور محمد.